كونيتشيوا، مينك تفهم في الأخبار. اليوم هو شرح لنظريتي أنا، اللي هو إنه زاك يكون أبو هاي البنت. خليكم معي. أول شيء فينا نلاحظ الغرة، شفتوا تقريبا نفس الغرة. 2 لون الشعر نفس اللون ولكن أفتح. 3 لون البشر، لون بشرة زاك حمطية تقريبا، لون بشرتها لون بشرة الأم. ألوان البشرة قريبة على بعض ولا مش قريبة؟ طيب هاي استنتاجي أنا، إنه لون البشرة ولون الشعر وشكل الغرة. 2 انه امرال وقت ما مات زاك قالت لجات انه خذ السيف وقاتل، قالت باليابان هي واتشوا كونوها شتيتا، معنى واتشوا كونوها شتيتا يعني لقد احببته او احببت هذا الشخص. المقصود بلقد احببته هو زاك، فمعنى هذا الكلام انه هاي البنت هي نفسها بنت زاك. وبس بدكم جزء ثاني يأكد على كلامي هذا، جزء ثالث يأكد محادثتي مع الكاتب، انه انا لانه انا تحدثت مع الكاتب واثبت لي نظريتي. جانا